في هذه الحلقة من برنامج الضابطة 132، انت هذا ابو الحاج كل الاغراض اي قانون هذا اللي بنحط الغاز مع المواد التموينيه؟ مش في اكل هون وشرب؟ الرخصه وينها؟ بنحطهم بين المواد التموينيه اللي بتاكلوها انتوا واحنا؟ يعطيك العافية الجميع. مثل ما بتعرفوا عندنا حمل اليوم متوجهين على قرية بتلو. على الجميع الشباب المسلحين، الجميع ضبط النفس، المسلحين ممنوع دخول المخازن، ممنوع دخول المحلات، تعامل بحذر مع المواطنين، كل التعليمات، تعليمات سيادة الرائد جاي الضميري، سيادة الرائد الأول وصار الأموال. احنا ضمن اختصاصنا هو مساندة الأجهزة الأمنية. اليوم عندنا مهمة مستعجلة وهي أحد سبل ووسائل حفظ الأمن والنظام العام، مساندة إخواننا في جهاز الضابطة الجمركية. طبعا احنا بشكل مستمر نساند الأجهزة الأمنية. اليوم مهمتنا باختصار بالتوضيح، في أحد الأشخاص يمتلك البعض من المحلات والمخازن فيها مواد ممنوعة، وهي المواد بتشكل خطر على حياة المواطنين بشكل عام، وهذا واجبنا في الأجهزة الأمنية بشكل عام إنه إحنا نحافظ على الأمن العام والنظام العام وحياة المواطنين. بشكل مبدئي دورك إضافة لمساندة الإخوان في الضابطة الجمركية راح يكون دورك باتباع تعليمات ضباطك بتأمين المواقع المستهدفة، تأمين المواقع ومحيط المواقع المستهدفة. يعني راح يكون دورنا تأمين المواقع من خلال عمل طوق في محيط المواقع المستهدفة اللي احنا متحركين عليها، وتأمين عدم دخول اي شخص عدا الأجهزة الأمنية المختصة والمعنية داخل هاي المواقع. بلادنا واحد. صحيح احنا بلشت الحملة، متوجهين باتجاه الهدف. جيد يا فيكم يا ابلاغ العمليات. يعطيك العافية عمي صاحب المحل حضرتك. احنا ضابط الجمركية يا اخوي. عم الحج احنا عندنا جولة تفتيش على بضايع.
مسموحة وممنوعة متداول في الأسواق عندنا. تمام عمي؟ ليش ممنوع؟ احنا معنا اخوتنا في الاقتصاد في لجنة السلام العام. ايوه اذا سمحت عمي بس هويتك يا حاج. المفعول هذا مش موجود في التاريخ، موجود عليه تاريخ. عشان ما تغلبنيش ولا نغلبك يابا، وما نفتش ولا ندردك الدنيا ولا شوفي عندك كروت سيليكون شرايح طول الليل. هذا اسرائيلي يعني. ليش زي عربي؟ في زي عربي. مرة ثانية. في زي عربي. هذا الهندي ممنوع. هذا مش وكالة سلطة. ليش من السلطة؟ هذا مستورد، هذا السلطة. تاريخه يخلص، اللي بخلص تاريخه بحطه هان مشان ارجع لتاجر، لاني بعرفش انا ارميه وما اخدش حد. عرفت كيف؟ هاي قرار وزارة الاتصال صحيح ولجنة السلام العامة، هسه بيجوا هم بقرروا شو اللي بدهم يعملوه. Thank you.
بالطريقة هذه بنحط الإزرار الغاز بين المواد التموينية والأكل والشرب صح؟ بغض النظر لو مسكر هاي أنا فوت على المخزن صح؟ بطلح هسه نشوف كيف بدنا نطلع الغرفة حتى لو في رخصة في في وين الطفايات صح؟ ماشي الرخصة وينها؟ بنحطهم بين المواد التموينية اللي بتاكلوها انتوا واحنا؟ بأي قانون هذا اللي بنحط الغاز مع المواد التموينية؟ مش في أكل هون وشرب؟ كل بناء على معلوم من أحد ضباط المديرية عن وجود مواد تالفه وبضاعة غير معربة ومواد وبضاعة ممنوعة من التداول في منطقة بتولو، تم تحريك القوة بالشراكة مع الأخوة في لجنة السلام العامة والأخوة في الشرطة الخاصة إلى القرية، حيث تم تفتيش 4 محلات. خلال التفتيش تم ضبط ما يقارب 1.5 طن مواد منتهية الصلاحية تباع للمواطنين، وضبط بضاعة لا يوجد عليها بطاقة بيان باللغة العربية، وتم ضبط أيضا بضاعة ممنوعة من التداول من دخان ومعسل وشرائح سلكم، حيث تم التحريض على البضاعة داخل المديرية واجتماع لجنة السلام العامة، تم تحويل الملف إلى نيابة الجرائم الاقتصادية وإتلاف الكمية المضبوطة. وسيتم تزويدك بالمعلومات الكاملة على الأخرى. استردت الإشارة؟ جيد، يعطيك العافية بلاش بالتفاصيل. درع 4 درع 1 على 7 على 7 على 7 صحيح، جاء التوجه للمكان من أجل متابعة المعلومة من طرفك. استلمت؟ جيد، استلمت الإشارة، يبقى معي بالتفاصيل أول بأول. استلمت؟ صحيح صحيح.
بناء على المعلومة لدينا تفيد بوجود بضاعة لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية، توجهت دوريات الضبط الجمركية بالشراكة مع الإخوة في وزارة الاقتصاد الوطني محافظة رام الله إلى الموقع المحدد الوارد إلينا من دائرة الاستخبار الجمرك والتحقيق، وعليه وعند الوصول إلى المكان تم التدقيق في البضاعة الموجودة في المخازن وتم العثور على البضاعة التي لا تحمل بطاقة بيان باللغة العربية، وعليه بالاتفاق مع الإخوة في وزارة الاقتصاد تم التحرز على البضاعة لدى التاجر لحين استكمال الإجراءات القانونية وتحويل الملف لدى نيابة الجرائم الاقتصادية. اليوم تم ضبط منتجات لا تحمل بطاقة البيان باللغة العربية، وزارة الاقتصاد الوطني طبعا بالتعاون مع جهاز الضابطة الجمركية الإخوة في الضابطة الجمركية، وهذه المنتجات تعتبر مخالفة للمواصفات الفلسطينية ومخالفة للمنتج الفلسطيني الذي يجب أن يكون حامل بطاقة بيان باللغة العربية، وتم ضبط المنتجات لحين صدور قرار واستكمال الإجراءات بالتعاون مع نيابة الجرائم الاقتصادية والمحكمة.